سوري. طيب معنا وسام من الكويت، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، تجعلوني أكمل أن تبينوا أخلاق صفا مثل كل مرة. طيب اغلق عليه الخط، شكرا. شكرا. لا هو ما قالش ده معارض أو اسمه ثائر الدراجي إيراني، فبيشتم بس. بيشتم؟ خلي الناس تسمعه، خلي الناس السؤالي تعرف حقيقته. لا نضيع وقتنا مع هذا التافه، فهو تافه ودائما ما يخسر عليه. خلي الناس تعرف حقيقته، محمد ما هو تربيه حسينيات، تربيه خلي يفكروا شلون ليس يعرف. تربيه اهل البيت، واخد بالك استاذ صندقار، يعني اهل البيت. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في نهج البلاغه: لا ارضى لكم ان تكونوا سبابين ولا لعانين. نعم، هم يتربوا في الحسينيات، فيها من الأرجيلة ما فيها، فيها من الحشيش والمخدرات الذي يسمعون به، فيه من الدعارة والخنا والزنا وغير ذلك. فهذا الرجل تربية حسينيات فلا نلتقي به. معنا محمد السعودي، السلام عليكم. حياك الله أستاذ محمد. حياك وحميني الله حميني وغيرهم من المقبورين الهالكين، وأنتم ترجون الجنة ورضاء العزيز القهار، فحيا الله الأبطال في سوريا. فيصل السعودي، السلام عليكم. من الذي عنده أخلاق؟ شكرا شكرا، يعني اغلق في وجه هذا الرجل، يعني لا نريد ان نسمع هذه الاخلاق الحسينيه التي تعلمتها يا اخ ثائر. شكرا لك. طيب عايز